الحاضرة قبل انطلاقتها للمباراة المرتقبة. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، وهنا معكم سنتواجد من أجل متابعة مباراة هي الأولى، مباراة بداية الطريق ضمن مرحلة المجموعات من المونديال العالمي. الكل في انتظار مباراة كبيرة اليوم. هنا المسرح العالمي، هنا كأس العالم. البداية اليوم سيمتد أثرها على الفريق حتى آخر مباراة يخوضها في البطولة، سواء سلبا أو إيجابا. يتقدم بالكرة للهجوم. غونزالو بلاتا، أضع الكرة. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. ضربة مرمى بعد ما ضاعت فرصة مواتية للتسجيل، كانت قريبة جدا. ستوبينان يسير بالكرة باتجاه المرمى. تمريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول إلى منطقة الخطر. عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار تغرب، بانتظار كرة بينية. فرصة هدف في هذه اللحظات. قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. تدخل ناجح على الكرة. الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول. عودة مع ضربة بداية الشوط الثاني لمباراة الجولة الأولى ضمن دور المجموعات في كأس العالم. ستوبينا، تحرك اللاعبين في الخط الأمامي، لكن خلاص انتهت. كان هنالك فشل في استغلال الفرصة. استخلاص ممتاز داخل المنطقة. ديفن باريت، بليز ريبورت تو يور سيتس تو ميت يور جروب. قرار الحكم يعطي الأفضلية لمحاولة الاستفادة من الكرة. تدخل ممتاز يبعدها إلى رمية تماس. مضايقة. وعلام خوخي ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. حلو تبادل الكرات، حلو التمريرات، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة في داخل المنطقة. مباراة بدون أهداف ونحن على بعد 5 دقائق فقط من صفرة النهاية. يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. تدخل سليم، افتكاك سليم للكرة. دقيقتين تقضي الضائع. تنطلق صافرة نهاية المباراة
مشاهدينا وبدات تقاسم النقاط في الجوله الاولى من مرحله المجموعات في هذه المسابقه. ليست النتيجه الافضل لبدايه المشوار في مرحله المجموعات لكنها ليست بدايه سيئه، نعم كان بالامكان